خالد رزق من قناة دي ام سي سبورتس، مرحب بيك طبعا، مرحب بيكم جميعا، وكل سنة وانت رمضان كريم عليك. يعني خليني اقول لك يا محمد، يمكن في الماتش الجاي في الشامبيونز ليج بالتاكيد مباراة هامة جدا مع نادي ريال مدريد، ازاي هيتم التحضير ليها نفسيا من اتجاهك، خاصة ان هي بتكون مباراة مختلفة عن كل المباريات السابقة؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ان انت بالتاكيد بقيت دلوقتي علامة مميزة جدا في عالم كرة القدم، في الاخلاق وفي كل حاجة، بيتهافت عليك شركات كبيرة من جميع انحاء العالم زي دي اتش ال عشان تتعاقد معاك، انت بتشوف ده ازاي، وهل ده كان حلم من احلامك قبل كده ان انت توصل المكان دي او لا؟ بالنسبة للسؤال الأول، بس تحضير للماتش أكيد كل ماتش بيبقى ليه تحضير خاص لي، لكن أنت بتتكلم في فاينل تشامبيونز ليج، فأنا أفتكر أول مرة ألعب فاينل تشامبيونز ليج، لكن أنا متحمس جدا، شايف الماتش إن هو مهم بالنسبة للعالم كله، فأنا ما بحطش على نفسي الضغط اللي هو يخليني إن أنا ما أديش بالشكل اللي أنا عايزه، لكن أنا متحمس جدا وحاسس إن هيبقى ماتش كويس جدا بالنسبة لنا كفرقة وكشخصي، فبالنسبة للماتش أنا متحمس جدا ليه يعني. بالنسبه للشركات طبعا انا فخور جدا ان انا يعني ان انا موجود مع الدي اتش ال دلوقتي، اول لعيب تقريبا يبقى موجود معاهم في تاريخهم كله، فده حاجه انا ببقى فخور جدا بيها، وان الشركات الكبيره تبقى موجود انا معاهم او هم معايا او مع الشركه بتاعتي، فده بالنسبه لي حاجه دايما في دماغي من زمان، يعني ان انا ابقى موجود مع احسن براندز في العالم، فانا شايف ان انا يعني هو انا استاهله وهم يستاهلوني، فاحنا بنتعامل بنساعد بعض بشكل كبير جدا احنا الاثنين، فانا فخور بحاجه زي كده. بالنسبه للالقاب طبعا انت قلت بعيد عن الجماعيه، لا ما افتكرش ان الالقاب الفرديه انا اكتفيت بيها او في دماغي، انا دايما عايز احسن وعايز اكتر، فانا بشتغل اكتر اكتر من اي حد عشان انا عايز اكتر، فدايما بضغط نفسي وبحط نفسي تحت ضغط وبتمرن اكتر بكتير عشان خاطر انا عايز اكتر. ده بالنسبه للالقاب الفرديه. طبعا الالقاب الجماعيه احنا لسه احنا في فاينل تشامبيونز ليج، فانا اتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب التشامبيونز ليج. انا ما عنديش مشكله ان اي حد ينتقد، اي حد يقول اللي هو عايزه، لان دي وجهه نظره في الاخر، انا اللي عليا ان انا احترمها يعني، لكن انا بتضايقش نفسي بصراحه بحاجه شخصيه يعني. اكتر حاجه ممكن تضايقني لما حد يدخل بس عيلتي او حياتي الشخصيه في الموضوع، لكن انا في الاول وفي الاخر بتعامل مع ده كله ان هو موقف هيعدي وخلاص، الموضوع اتقفل يعني، لكن مفيش حاجة أقدر أقولها معينة إن أنا بتضايقني أو حاجة زي كده بصراحة. أنا قلت قبل كده لما بتتكلم عن رونالدو وميسي، ناس في التوب ليفل ده في السنين كتيرة، فده هم قدروا يحافظوا على المستوى بتاعهم ده، أنا أطمح إن أنا أحافظ على المستوى اللي أنا فيه ده لسنين كتيرة جدا. لكن زي ما هو ما قال، هو بيلعب رجله اليمين أنا بلعب رجلي الشمال، الماتش اللي جاي ماتش فاينل، احنا الاثنين مركزين، كله مركز عايز يكسب البطوله، ده اهم حاجه بالنسبه لنا، ان هو عايز يكسب البطوله وانا عايز اكسب البطوله، فانا كل واحد بيتعب من وجهه نظره وعايز يكسب البطوله، لكن اللي اقدر اتكلم فيه ان انا ابقى مركز جدا الماتش الجاي عشان اقدر اساعد الفرقه ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. لو هقول حاجه للشعب المصري قبل كاس العالم، مفيش حاجات كتير اقولها، لكن اللي انا اقدر اقوله كله ان انا متحمس جدا واللعيبه متحمسه جدا ومتفائل، وعارف ان احنا هنوصل لمرحله تقريبا الشعب المصري نفسه مش مصدق ان احنا نوصل لها، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل دايما مركزين كفرقه